والبحث عن الملفات السياسية معنا عبر سكايب. حياك الله. تفضل. بداية، يعني كيف تصف أداء حكومة الكاظمي خلال الفترة الماضية من عمرها، خاصة فيما يتعلق بكم الوعود الهائل الذي أطلقه خلال زياراته للمحافظات الجنوبية دون نتائج؟ بالحقيقة عند تشكل حكومة السيد الكاظم بالتوافق في بداية تشكلها، يعني أنا تحدثت في أكثر من مرة في الفضائيات وفي مقالات متعددة بأن لهذه الحكومة التوافقية لن تؤدي يعني المطلوب منها في هذه الحقبة تحديدا التي يمر بها العراق. تعثرت حكومة السيد الكاظم كثيرا، سيما وأن هنالك بعض المعترضين على قدوم السيد الكاظم على رأس الحكومة، وأن هنالك توافق داخلي وإملاءات خارجية أتت بالسيد الكاظمي وحكومته بهذا الشكل في العراق. لذلك يعني حدث تعثر كبير في الأداء الحكومي في بدايتها. بالنصف الآخر من الأداء الحكومي للسيد الكاظمي بدأت تأخذ خطوات أكثر يعني رزانة وأكثر وعيا، لكنها لم تحقق بالتالي يعني النتائج المرجوة منها أو الوعود التي أطلقها السيد الكاظمي. تعود العراق ان كل يعني رئيس وزراء ياتي في بدايه استيزاره يعني على راس الحكومه يبدي بحمله من الوعود، اطلاق وعود عديده للمواطنين، يعني رسم خطه لشكل الحكومه القادمه. وطبعا هذا الموضوع كثيرا ما تحدثت فيه وتحدث فيه الكثير من الباحثين، وحذرنا الساده رؤساء الوزراء من الحديث بهذه الطريقه، لان هذه الوعود تبقى عالقه في الاذهان ويتناولها الاعلام ويتامل المواطن العراقي منها شيئا ويتامل ان تحلحل الامور في البلد. نعم. معظم هذه الوعود التي اطلقها رؤساء الوزراء السابقين في العراق لم ينفذ منها الا يعني النزره اليسير، يعني يمكن ما نفذت منها 10%. حكومه السيد الكاظمي لا تختلف عن سابقاتها. السيد الكاظمي اطلق وعودا ليس بمقدوره ان ينفذها. الوضع العراقي شائك جدا، وهنالك يعني مداخلات وتداخلات سياسيه عديده في العراق واملاءات خارجيه وضغوط جيران وضغوط إقليمية. لا يمكن للحكومة السيد الكاظم بهذه البساطة أن تنفذ وعودها. والطامة الكبرى أنه السيد الكاظم يكرر ويؤكد على هذه الوعود. يعني من وجهة نظري وعود السيد الكاظمي الأخيرة، سيما بعد ذهابه إلى الموصل، بعد ذهابه إلى القارمية، إلى بعض المحافظات، وعوده الأخيرة ترتبط بمدة بقائه على رأس الحكومة. يعني يبدو ان السيد الكاظم غافل على ان يعني عمر حكومته لا يزيد عن شهرين. المتبقي من حكومته، من عمر الحكومه، هو شهرين. طيب هذه الشهرين اي وعود يستطيع ان يحققها السيد الكاظم من جانب الامن، الاقتصاد، الاتفاقات الخارجيه؟ وبالتالي انا اذهب الى راي اخر. السيد الكاظمي اما هنالك يعني اتفاق مسبق مع بعض الكتل السياسيه المؤثره التي تعتقد انها ستضمن الفوز بالانتخابات، هنالك وعود بابقائه على راس السلطه، او هنالك وعود خارجيه، يعني وعود خارجيه اذا ما اجلت الانتخابات سيكون السيد الكاظمي على راس حكومه الطوارئ والحكومه المشكله ما بعد تاجيل الانتخابات، والا لا يمكن ان يقوم السيد الكاظمي باطلاق هذه الوعود بهذه الطريقه لولا لم يكن لديه خطة مسبقة للأمام لمدة مثل سنة، ستة أشهر أو سنتين، وإلا صعب أن يعني يقوم رئيس وزراء بهذه إطلاق الوعود بهذه الطريقة. طيب، يعني دكتور جميل، لجنة مراقبة الأداء الحكومي اتهمت وزارة الكاظمي بالتسويف والمماطلة دون تقديم الإنجازات المتفق عليها، ما تعليقك على ذلك؟ وبالتاكيد يعني هنالك تسويف ومماطله. يعني احنا نلاحظ الكثير من الوعود التي اطلقها السيد الكاظمي. ابسط وعد هو وعد يعني انه كل العيش الكريم للمواطنين العراقيين، توفير قطع اراضي، منازل وغيرها وغيرها. هذا كل رئيس وزراء ياتي ياخذ هذا الموضوع تحديدا يعني كماده اعلاميه لنفسه، ولم يحقق ولا رئيس وزراء في الوزارات الماضيه هذا الوعد. السيد الكاظمي اولى وعوده كان هذا. هذا الملف وهذا التصريح تعرض إلى تسويف كبير جدا. موضوع الضبط الأمن والسلاح العائم وفي يعني في المجتمع العراقي، ضبط عملية الأمن الانتخابي، ضبط الانتخابات، كل هذه وعود أطلقها السيد الكاظمي لم يستطع أن يلبيها حقيقة أو أن يحقق يعني جزء منها ولو حتى جزء بسيط. اليوم العراق
يعني أسوأ مما يعني تنصب السيد الكاظم على في رئاسة الوزراء. يعني عندما استلم السيد الكاظم رئاسة الوزراء كانت هناك تظاهرات كهرباء، كان الكهرباء جيدا نسبيا، الخدمات أفضل من الآن، الكثير من الأمور، يعني حركة داعش، تحجيم حركة داعش والإرهاب كان أفضل من الآن، الكثير من القضايا والملفات كانت أفضل قبيل استلام السيد الكاظمي لرئاسة الوزراء. اليوم بعد استلام السيد الكاظمي يعني هذه المهمة لم ينجز شيء، هنالك بعض القضايا والخدمات يعني حقيقة تراجعت كثيرا، يعني أولها ملف الكهرباء، الملف الأمني وظهور داعش والعمليات التي يجريها في مختلف محافظات العراق، وهل مجرد الوعود المتكررة للمواطنين بتحسين المعيشة، بالعيش الكريم لهؤلاء المواطنين، بخفض نسبة الفقر، بتوفير الوظائف، كلها وعود لم يستطع السيد الكاظمي أن ينفذها. نعم نحن نقول أن يعني التماحك السياسي، الوضع الشائك في العراق، الضغوط الإقليمية والقارية والدولية مؤثرة، لكن لا تصل إلى هذه المستوى بأن الإنجاز يعني بأقل من 10%. والطامة الكبرى أن الإعلام المؤيد للسيد الكاظمي يعني يؤكد أنه السيد الكاظمي أنجز الكثير، لكن على أرض الواقع نلاحظ اللجان والأخوة في البرلمان واللجان المبثقة من البرلمان العراقي تؤكد على أن حكومة السيد الكاظمي لم تنجز شيء حتى هذه الساعة. نعم سيدي. نعم. الأستاذ الدكتور جميل الحسناوي أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا عبر سكايب.